سانتر ساكر مركز زاغروس لحقوق الإنسان. نعم. مدام مسيو، حضرة السيدات والسادة، الأكراد شعب أصيل وقديم في العالم، تم تقسيمه بين 4 دول، بين إيران والعراق وتركيا وسوريا، وذلك بسبب معادلة الاتفاقات الاستعمارية. ومن حياة السكان فإن هذا الشعب هو ذات أقلية في كل هذه الدول، وأن الأكراد لديهم ثقافتهم ولغتهم وأراضيهم، وأن مطالبة الأكراد بالمساواة الحق في تقرير المصير تعثرت وواجهت معاملة عنيفة وعنفا مفرطا من جانب قادة هذه الدول. وفي تركيا الأكراد تعرضوا للمجازر والإبادة الجماعية، وأكثر من 20 مليون كردي هو منكر. وإيران أكبر عدد من الإعدام، من حالات الإعدام ومن المساجين هم من الأكراد، ويقمعون بكل الوسائل. وفي العراق الأكراد تعرضوا للمجازر من جانب الحكومات السابقة، وإن السلطات الجديدة ليست مساعدة لإعادة الأراضي التي المحتلة إلى الأكراد. وفي سوريا فقد نوفيت هويتهم وهم محرومون من حقوقهم الأساسية، أما تركيا فقد غزت أراض كثيرة وهي ترتكب جرائم حرب وتغييرات ديموغرافية. وأنا مثل الأمم المتحدة وأنا حقوق الإنسان وأعلن فيينا كلها تضع تشدد على المساواة بين الناس وحقهم في حرية تقرير المصير. شكراً.